بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض دروس التصميم التجاري والإعلاني، وهنتعرف النهاردة على درس جديد وهو اللون الأسود في الطباعة. إزاي بتعامل مع اللون الأسود في الطباعة؟ طيب، في البداية خالص إحنا عايز أي حد ما شافش درس نظم الألوان يرجع للدرس التاني من الكورس، هتلاقوه موجود على القناة عندي. طيب، اللون الاسود او زي ما قلنا ان اي صورة عندي خاصة بالطباعة، طبعا احنا بنشتغل نظام CMYK، تمام. قلنا ان هو بيتكون من اربع الوان، اللي هي السي اللي هي السيان او اللون الازرق، الام اللي هي الماجنتا او اللون الاحمر، الواي اللي هي اليلو او اللون الاصفر، والبلاك اللي هو اللون الاسود. طيب، قلنا ان الالوان دي كلها بتطبع على مكنة الطباعة، عبارة عن ان كل لون بيطبع لوحده على الورق فوق بعضه. يعني بطبع الاول السيان، بعد كده بطبع الماجنتا، بعد كده بطبع اليلو، بعد كده بطبع البلاك، علشان في النهاية يديني الصورة اللي احنا شايفينها دي بنفس نسب الالوان. طيب، ايه بقى اللون الاسود او ايه حكاية اللون الاسود؟ اللون الاسود دايما بيبقى هو اللي بيحدد الصورة. يعني بتلاقي فيه شوية تفاصيل كده هي اللي بتبرز الصورة، او لو انت بتشتغل كروت شخصية، بيزنس كارد، الكلام ده كله، مثلا لما بتكتب عنوان اي حاجة باللون الاسود. فهي كل الفكرة ان دلوقتي انا عندي اللون الاسود بيبقى موجود عندي في الاربع تشانلات، فانا عايز اشيله من الاربعة تشانل، وبعد كده بحطه في التشانل الواحدة بس اللي هي البلاك، علشان لو اللي بيطبع غلط او اي حاجة ما يبقاش فيه هزة في الطباعة. ساعات لما بتمسك كارت بيبقى في زغللة، في العنوان مش واضح، في بتلاقي الحروف متحركة شوية، كل ده بيبقى غلط من الطباعة. فانا بحاول كمصمم قدر الامكان ان انا احاول احافظ على جودة شغلي، حتى لو اللي بيطبع ده مش بنفس الكفاءة بتاعت الشغل اللي رايح له. طيب، بتعامل معاه ازاي؟ تعالوا نفتح فايل جديد، مثلا نعمل النيم بتاعه كارد وخليه 9 سنتي في 5 سنتي وريزوليوشن 300 بيكسل كل انش، وعندي الكالر مود بخليه CMYK علشان الكارت ده رايح طبعا. طيب، ازاي بتعامل مع اللون الاسود؟ تعالوا نشوف. دلوقتي انا لو هعمل الارضية كلها لون اسود بعملها ازاي؟ اللون الاسود اللي هو الكي، لما بضغط على المربع، اي مربع من دول بتاع الالوان، بضغط عليه كده بخلي كل النسب بصفر، السيان بزيرو، الماجنتا بزيرو، اليالو بزيرو، البلاك بخليه 100%. لما بقول له لون الأرضية، لو دخلت على التشانل بلاقي السيان فاضي، الماجنتا فاضي، اليالو فاضي، البلاك هو اللي بيبقى فيه اللون لوحده. معنى كده ان انا اللون هيطلع عندي صافي 100%. طيب، عايز اعمل تدرج او جريديانت في الباك جراوند بتاعت الكارت. انا مثلا عايزها ولتكن ناخد اللون الرمادي بالشكل ده. طيب، عايز اخد الاسم بتاعي كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهخليه اصغره شوية، نعمل له المحاذاة. بعد ما حطيت الاسم بتاعي، تعالوا بقى نروح على التشانل ونشوفها. عندي السيان، عندي الماجنتا، عندي اليلو، عندي البلاك. تعالوا نرجعها، تعالوا ندي ده اللون اسود. اوكي،
لما اديته لون الاسود. طبعا الاسود دي او الدرجة دي واخدة من كل الالوان، فبالتالي انا لما اخش على التشانل هلاقي دي نسبة الاسود في السيان، دي نسبة الاسود في المجنتا، دي نسبة الاسود في اليلو، ودي نسبة الاسود في البلاك. الفكرة كلها ان طالما دي لون اسود صوليد، فبالتالي انا بشيله من بقية الدرجات اللي عندي، بخليه زي ما قلنا ان هو 100%، بديله الفيل بتاعه. فبالتالي انا لما بروح بقى دلوقتي على السيان والماجنتا واليالو والبلاك، بلاقي اللون بس موجود عندي في الفيلم بتاع البلاك، وبلاقيه فاضي او مفيش درجة لون اسود في بقية التشانل بتاعتي. فمعنى كده ان انا منعت ان انا لو في اي هزة، او يعني مثلا ايه لو راحت منه يمين شوية شمال شوية مش هتفرق معايا، لان انا مخلي اللون الاسود في فيلم واحد بس اللي هو البلاك اللي موجود عندي. يا رب يكون الدرس واضح وسهل، واستنوني الدرس الجاي ان شاء الله. كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.